بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الخلق اجمعين وخاتم الانبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وحبيب اله العالمين الرسول الامجد المحمود الاحمد ابي القاسم المصطفى محمد في هذا الحفل الكريم وهذه العواطف النبيله والمشاعر الصادقه والقلوب النابضه بحب محمد وال محمد نرفع اسمى ايات التهاني الى امامنا صاحب العصر والزمان والى مراجعنا العظام والى البشريه عامه لانها لا تعرف مقام السيده زينب والا لافتخرت البشريه بها وخصوصا الذين يداعون بحقوق المراه لو عرفوا مقام السيده زينب سلام الله عليها لجعلوها المثل الاسمى الاكمل للمراه التي تفضل الرجال في كثير من خصائصها وفضائلها ومناقبها لا نعجب أن يكون اسمها مختارا من قبل الله سبحانه وتعالى صحيح هي قضية ملفتة أن الآباء يسمون أبنائهم بأي اسم شاؤوا أما أن ينتظر تنتظر الزهراء سلام الله عليها أمير المؤمنين وينتظر أمير المؤمنين عليه السلام النبي صلى الله عليه وآله والنبي ينتظر جبرائيل لكي يهبط بالاسم المناسب لابنته فهو شيء غير مالوف فلا بد ان يدل على عظمه ومقام هذه المولوده المباركه لكي ياتي اسمها من السماء وحينما يذكر النبي صلى الله عليه واله يبكي في اول لقاء له وحملها بين يديه ثم تناثرت دموعه على خديه وذكر مصابها معنى ذلك ان الله سبحانه وتعالى قد اعدها لمشروع كبير جدا لخدمه الاسلام ولان الاسلام خدمه الانسانيه لخدمه الانسانيه جمعاء. فضائل الانسان اما بعلمه او بعمله وسلوكه وتقواه. اما العلم الفضائل من الولادة والآب والأم لا شك هي فضيلة كبيرة معروفة أنا لا أتحدث عنها ولكن أقول هي بما هي شخصيتها حينما يقول عنها الإمام زين العابدين سلام الله عليه والإمام لا يبالغ في قوله الأئمة سلام الله عليهم كلامهم نور المبالغة ليس كلها نور المبالغة زيادة عن الحد فلا يتجاوزون الحد في اقوالهم تعاريفهم مدحهم كله محدود الا في مناسبات التقيه غير قد يطلقون بعض الالقاب على الظلمه تحاشيا لظلمهم هذه مساله اخرى ولكن في الامور العاديه لا يتحدث الامام الا بالمقدار الصحيح فحينما يقول لها الامام سلام الله عليه اما انت بحمد الله عالمه غير معلمه معنى ذلك ان علمها من علم اهل البيت سلام الله عليهم الذي يعبر عنه بالعلم اللدني العلم الذاتي. العلم نور يقذفه الله في قلب من يشاء وذلك العلم هو العلم الذي تمتاز به السيده زينب صلوات الله وسلامه عليها. خطبه الزهراء سلام الله عليها في المسجد وكانت السنه الحادية عشر ولادة السيدة زينب اما السنة الخامسة او السادسة على اختلاف الاقوال معنى ذلك عمرها اثناء الخطبة حوالي خمسة او ست سنوات يعني في هذا العمر مع ذلك حفظت الخطبة كاملة ربما اي شخص منا اذا كان يسعى لحفظ خطبة الزهراء يحتاج الى شهر من الزمان اما هي بهذا السن الصغيرة بهذه بهذا العمر الصغير حفظت الخطبه كاملا وروتها ورواها بنو هاشم عنها ابن عباس على جلاله قدره ومقامه يفتخر ويعظم السيده زينب سلامه يقول روت عقيله بني هاشم عقيله الطالبين يعدها هي السيده الفاضله الكبيره العظيمه ولا غرو في ذلك لان نسلها من علي وفاطمه صلوات الله وسلامه عليهما فهي اخت الحسن والحسين اذا كنا نقول للامام الحسين عليه السلام في الزياره اشهد انك كنت نورا في الاصلاب الشامخه والارحام المطهره لم تنجسك الجاهليه بانجاسها ولم تلبسك من مدلهمات ثيابها فهذا القول يصدق على السيده زينب فقد انتقلت من ارحام طاهره ومن اصلاب طاهره وارحام مطهره لم تنجسها الجاهليه بانجاسها، لذلك كان هذا المقام العظيم لها. اما سلوكها بالاضافه الى علمها نرى انها كانت معروفه بالعباده عابده كانت ربت بيت مثاليه حينما زوجها امير المؤمنين عليه السلام من ابن عمها عبد الله بن جعفر ولجعفر بن ابي طالب مقام كبير لا يذكر عاده مع الاسف فهو ليس فقط لانه اخو امير المؤمنين وانما هو له مقام عظيم اختاره النبي صلى الله عليه واله وسلم ليكون مسؤولا عن المهاجرين في للحبشه وهو الذي انقذ المسلمين من القاتل بعد ان جاء عمرو بن العاص وحرك النجاشي ضد المسلمين وكان الذي انقذ الموقف هو جعفر بن ابي طالب رضوان الله تعالى عليه وحينما رجع الى المدينه وكان ذلك بعد فتح خيبر النبي صلى الله عليه واله وسلم يعبر كل ادري بايهما اسر بفتح خيبر ام قدوم جعفر يعني يجعل قدوم جعفر ابن ابي طالب رضوان الله تعالى عليه يدخل السرور على قلبه كفتح خيبر هذا مقامه وشهادته في واقعة مؤتة هي خاتمة فضائله ومناقبه فعبد الله بن جعفر له جعفر لو هذا المقام ابنه عبد الله ايضا كان محبوبا عند النبي صلى الله عليه واله وهو يروي انه حينما استعلم النبي بشهاده جعفر جاء الى البيت وعبد الله كان صغير السن يقول مسح على راسي وسلام ثم دعا لهم بالخير والبركه ولذلك كان عبد الله بن جعفر معروفا بالجود والكرم من المعروفين بالجود من بني هاشم وكان الله سبحانه وتعالى بارك في رزقه وكان لديه اموال كبيره وضياع وبساتين ودور وكان يتصدق على الفقراء والمساكين بكرم لا مثيل له يذكر التاريخ تفاصيل كثيره لا مجال لذكرها فقل هذا البيت الطاهر هو المؤهل لان يكون عبد الله زوجا للسيده زينب سلام الله عليها وربما هذه المقوله آه لإثبات قول النبي آه بنونا لبناتنا لبنينا البنات للبنين وكانت الوصلة الطاهرة بين آه جعفر ابن أبي طالب رضوان الله تعالى عليه وأمير المؤمنين عليه السلام زواج عبد الله من زينب سلام الله عليها فقد كانت زوجة صالحة ربت بيت صالحة وولدت خمس اولاد اربع بنين وبنت واحده وكانت معلمه للنساء في المدينه وفي الكوفه كثيرا من مسائل المسلمات كانت تحل عند السيده زينب سلام الله عليها كما يذكر التاريخ كانت لها رعايه خاصه للفقراء والارامل والايتام كل ذلك وهي في غايه العفه في غاية الحجاب في غاية العفاف لم يرى أحد ظل شخصها ولم يسمع صوتها جارها يقول جاورت أمير المؤمنين حوالي خمس سنوات ولم أسمع صوت زينب وكانت البيوت متقاربة والجدران ليست مرتفعة أقل صوت من دار ينتقل إلى الدار الثانية يقول لم أسمع صوت زينب ولم أرى شخصها او ظلها هكذا كانت منتهى العفاف وهذه قدوه للمراه المسلمه لا تظن المراه خصوصا الكلام لبناتنا نسائنا لا تظن ان العفاف هو تخلف او تزمت لا لو كان تخلف او تزمت ما كان اهل البيت يلتزمون به وانما هو شرف المراه هو تاج المراه هو الاسمى والافضل والاحسن للمراه الشيء الغالي عاده يحفظ لا يعرض امام الناس الالماس اللي عنده ما يوضع بالخارج يوضع في مكان امين محفوظ لا يتعرض لعيون الناس المراه وجودها كرامه وعزه وشرف ويجب ان يحفظ ويصان اذن صيانه المراه بعفافها وحجابها وايضا ان تكون ربه بيت صالحه كثير من المشاكل الزوجيه بين العوائل قد يكون بعضها من بسبب سوء خلق المراه او تعنتها او ظنها بانها لو تكبرت او اعتدت برايها فذاك يعبر عن شخصيتها لا ليس كذلك هذا ليس تعبيرا عن شخصيه التمرد والاصرار على العمل ومحاوله اذلال الزوج في بعض العلاقات الزوجيه ليس هو الأمثل ربما تجبر زوجها بسبب الظروف أن يتحملها ولكن لن تكسب قلب زوجها ولن تكسب المحبة من زوجها فإذن المرأة القدوة أمثال السيدة زينب سلام الله عليها كانت امرأة زوجة صالحة لزوجها قامت بكل واجباتها الزوجية ولكن لأن أمير المؤمنين عليه السلام اشترط انها اذا ارادت ان تخرج مع الحسين عليه السلام فلا يمنعها من ذلك ولان لها دورا اسمى واكبر ستؤديه لذلك خرجت مع الامام الحسين عليه السلام. نعلم ان الاسلام حفظ بثوره الامام الحسين عليه السلام وكاد بنو اميه ان يغيروا الاسلام كليا لا يبقى منه اسم ولا رسم ولذلك ثار الامام الحسين عليه السلام لاستنقاذ الاسلام من براثن بني اميه وفضح خلفاء بني اميه بانهم حكام وملوك ودكتاتوريات حاكمه وليست خلافه اسلاميه كما كانوا يدعون وحفظ الاسلام بثوره الامام الحسين عليه السلام ولكن نعلم ان ثوره الامام الحسين عليه السلام كان لها شقان احدهما الثوره والثوار وانتهى بشهاده الامام الحسين عليه السلام واهل بيته واصحابه في كربلاء. اما الشق الثاني فكان الشق الاعلامي تحريك الجماهير وتحريك الناس ومقارعه الظلمه والقاء الحجه وذلك الدور قامت به السيده زينب سلام الله عليها. لذلك يعبر عنها بشريكه الحسين سلام الله عليه. فاذا لها فضل ومقام وشرف ان تحفظ الاسلام الى يوم القيامه بما ادته من خدمه من فضح ابن زياد وفضح يزيد وبعد ذلك دورها في المدينه من توضيح الحقائق للناس التي حقائق كانت مغيبه وكانت هي بحسب الظاهر المسؤوله لان الامام زين العابدين وان كان هو الامام ولكن لم يكن يستطع ان يتظاهر بالمسؤوليات فكانت هي كأنها هي الامام في المقدمة تقوم بدور ما يحتاجه الموقف وطبعا كانت تأخذ الاذن من الامام زين العابدين سلام الله عليه في بعض الأحيان التي لا تدري ماذا تفعل فإذن هذا الدور الكبير هو الذي يعطيها هذا المقام السامي لذلك لا نعجب أن يكون هذا المقام لإمرأة يعبر عنها لها العصمة الصغرى بعضهم يعبر أكثر من هذا أنا ما أدري يعني بعض العلماء يقول حتى هي تفضل على مريم سلام الله عليها وعلى آسيا وغيرها من النساء يعني يرى مكانتها ومقامها بتالي تلو الزهراء صلوات الله وسلامه عليها على كل حال لا ندري يعني ما رايت روايه صريحه وانما هو قول بعض العلماء ولكن اقول هي في مصافي فضليات النساء في العالم وفي التاريخ يفتخر تفتخر بها البشريه بانها لديها مثل هذه النساء التي غيرت وجه التاريخ وانقذت الاسلام وجعلته وجعلته خالدا الى الابد بسبب مواقفها في كربلاء وبعد كربلاء واحياء ذكرى الامام الحسين صلوات الله وسلامه عليه. لذلك لا نعجب ان يضيق بها القوم في المدينه ويأمرونها بالخروج حيث تريد. وفي روايه جاءت الى الشام مع زوجها لان كان عام مجاعه. في روايه اخرى خرجت الى مصر وبقيت حوالي سنه وتوفيت هناك ولعظم مقامها نرى لها مرقد مجلل وعظيم في مكانين في مصر يفتخرون ان مقام السيده زينب عندهم وفي الشام يفتخرون ان المقام عندهم هذا دليل العظمه ودليل ان الله سبحانه وتعالى يريد ان يرفع شانها ومقامها وقدرها صلوات الله وسلامه عليها وعلى جدها وابيها وامها واخويها وابناء اخوتها المعصومين سلام الله عليهم نسال الله سبحانه وتعالى بحق السيده زينب سلام الله عليها ان يتقبل هذا القليل واقل القليل من المؤمنين في احياء الشاعر النتيجه ما نستطيع هو كما في الحديث يفرحون لفرحنا ويحزنون لحزننا فهذه العواطف والمشاعر والقصائد وابراز المحبه واحياء هذا الشعار ان شاء الله متقبل عند الله سبحانه وتعالى. اللهم عجل فرج وليك صاحب العصر والزمان واجعلنا من انصاره واعوانه ومن المجاهدين بين يديه. اللهم اكشف به هذه الغمه عن هذه الامه. اللهم ادفع به الظالمين واجعل المؤمنين من بينهم سالمين. اللهم بحق محمد وال محمد اقض حوائجنا واشف مرضانا خصوصا المنظورين وارحم موتانا واقض ديوننا ووسع علينا ارزاقنا وبارك لنا في ديننا ودنيانا واخرتنا وادفع عنا شر الاشرار وكيد الفجار وطوارق الليل والنهار. اللهم كما وفقتنا للحضور في مجالس اهل البيت في الدنيا ارزقنا يوم القيامه شفاعتهم ومن الحوض شرابهم وعلى الصراط مرافقتهم وفي الجنه معهم على سرر متقابلين مع الشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا والى روح شهدائنا وعلمائنا خصوصا الشهداء في هذه الايام وشيعه امير المؤمنين ومن مات على الايمان

يوم شهادة الزهراء حسب الرواية الثانية يوم الأربعاء القادم في يوم الثلاثاء مساء ليلة الأربعاء إن شاء الله سيكون مجلس شهادة الزهراء سلام الله عليها هنا في هذا المكان والرجاء من الأخوة والأخوات المشاركة والحضور على حب الزهراء سلام الله عليها حسب الرواية الثانية طبعا بعد عشرين يوم من بعد ذلك الرواية الثالثة ثلاثة جمادي الثاني تقبل الله منا ومنكم صالح الاعمال والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد واله الطاهرين